أجرت منفذ الوديعة الحدودي أمس 7 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل 49 طنا من المساعدات الإيوائية من خيام وبسط وبطانيات متوجهة إلى محافظة مأرب. كما عبرت منفذ الوديعة أيضا الحدودي أمس مساعدات إغاثية تشتمل على 25 طنا و200 كيلوغرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة لحج. وعبرت أيضا منفذ الوديعة الحدودي أمس مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل سلالا غذائية تزن 45 طنا و880 كيلوغراما تستهدف محافظة شبوة. ناشد مبعوث الأمم المتحدة